نقول هنعمل ايه النهارده. هنعمل سمك اي نوع حضراتكم تفضلوه. احنا قبل كده عملنا البلطي المقلي وعملنا البوري صينيه وعملنا السنجاري، عملنا كذا وصفه كانت لطيفه. النهارده قلنا نعمل الدنيس لو هو موجود وجميل، نعمله كده بمكونات شويه مختلفه. لكن الحقيقه انا جربتها الوصفه دي، كان حد عاملها وعجبتني وجربتها في البيت ولقيتها لطيفه جدا، فحبيت ان انا اعملها مع حضراتكم. اللي عايز يستبدل حاجه من ضمن الحاجات اللي هنقولها النهارده هقول لكم ممكن يستبدلها بايه، لكن هي بصراحه التست بتاعها مختلف شويه. تعالوا كده نقول بسم الله ونقول المقادير. عندي سمك الدنيس المشوي بالفرن، عندي للتتبيله سمك دنيس طبعا، عندي او اي نوع حضراتكم تفضلوه، عندي معلقه من مرق السمك، عندي شبت مفروم، ليمون معصفر وزيت زيتون وتوم وملح وفلفل، وعندي للصوص هضيف في مكان الكزبره الخضراء هحط اوراق ريحان بسيطه كده مع توم وملح وفلفل وزيت زيتون، وطبعا هنجمل بشرايح الليمون والفلفل الاحمر الجميل. طيب يبقى احنا عندنا السمك وعندنا التتبيله البسيطه الجميله اللي قلت لحضراتكم عليها. خلينا نقول بسم الله وايه ونبدا نحطه طب تمام في الفرن ونشتغل بعد كده في الرز. بسم الله هناخد كده ايه اول حاجه، هعمل بس اجهز بايركس كده. طبعا السمك لازم يكون مغسول وجميل، لو عايزين تدوله بس كده ايه تشريحه خفيفه مفيش مشكله. عايزه اقول لكم هو غني جدا بالبروتين، بصوا كده الدهون بتاعته قليله جدا ودي ميزه، وساعات هو بيبقى بديل للحوم الحمراء الغنيه بالدهون حقيقي. طبعا غني اوميجا 3 وفوسفور ومغنيسيوم وحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. تعالوا كده بما اننا يعني فتره صيف ولسه احيانا في بعضنا بيميل للاسماك، يعني هو بصراحه رائع. الناس اللي بتواظب على اكلات السمك اللي حضراتكم شايفينها دي، عايزه اقول لكم ان في دراسات بتقول ان اللي بياكل السمك على الاقل مرتين لثلاثه في الاسبوع بتحمي من الامراض الكانسر لا قدر الله، ومفيده جدا جدا. حتى الاولاد كانوا دايما يقولوا لنا ايه لازم تاكلوا يعني السمك ده في وقت الدراسه علشان يبقى يكوي الذاكره عندنا، فدي حاجه حلوه يعني. كانوا طول الوقت يعملوا لنا اسماك وسعراته قليله. بصوا ملح وفلفل، حطيت الثوم، شويه من الشبت كده. الناس اللي بتعمل دايت معظم الاوقات بنميل اما الدجاج او السمك المشوي بكل انواعه، انواع السمك المختلفه لانه غني بالبروتين وقليل في سعراته كمان. طيب هاخد كده ايه شويه من الليمون المعصفر، احنا هنعمل كمان حلقه الزيتون الاخضر نزل، هنعمل منه شويه صغيرين كده النهارده. بصوا عايز اقول لكم الليمون المعصفر ده بيستخدموه كتير قوي في الحاجات المغربيه في الطاجين، ويبقى ليه طعم وتست حلو قوي مع بعض الطواجن والحاجات. فانا النهارده انا عجبتني الوصفه جدا، ولما عملتها ولقيت طعمها حلو فحبيت اعملها لحضراتكم، لانه عارفه ان في ناس كتير بتحب الاسماك بانواعها، فممكن قوي تجرب حاجه جديده بمكونات مختلفه. انا حطيت من التوابل طبعا بتاعه السمك، وحطيت الثوم وحطيت الشبت، حطيت زيت زيتون، حطيت ملح وفلفل. هاخد كده ممكن عود واحد بس من الفلفل ده، قرن الفلفل ده ايه. كده هخليه يدي بس تيست وطعم كده حلو. لو عايزين تضربه كله في الكبه مفيش مشكله، بس هي الحقيقه بيدي كده طعم جميل للسمك كده. طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي من خلال الصفحه الشخصيه من خلال قناه الاهلي بيشوفونا ودايما بيدعمونا ودايما بيبعتوا لنا كومنتس جميله ومتواصلين معانا سواء من خلال الشاشه او من خلال انهم بيبعتوا حاجات هم طالبينها. بصوا هقلب تقليبه حلوه كده، وخليني هضيف طبعا شويه عصير ليمون، هحط كمان كام ورقه ريحان كده لطيفه. اوراق كام واحده، مش عايزاه الطعم يضغى. معانا مدام منال جايه على السمك. يا مدام منال صباح
صباح الفل وصباح الفستان وصباح الحاجات الجميله دي. حبيبه قلبي صباحك فل والله حبيبه عمري. العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه، انت فعلا مميزه. الله يسعد قلبك احنا يا نقول لك روحي. الشيف المميزه ما نقولش الشيف عظيمه. يا رب يخليك يا رب، كلك ذوق يا فندم والله. حلوه قوي التكه الليمون المعصر اللي حطيتيها دي. اه حلوه قوي فعلا، انا جربته وطعمه تحفه. اه بس للاسف انا لسه ما عملتش ليمون معصفر يا شيف. لا لازم تعملي بقى، لان احنا هنعمل لك كمان الليمون الاخضر السريع غير المعصفر اللي احنا عاملينه. وعايزين نعمل الزيتون بقى كمان، احنا عاملينه النهارده اهو. طب والله طب كويس. انا بصي لسه شاريه زيتون النهارده. يا حبيبتي حالا وجيبيه، لان هو بدا ينزل خلاص، بدا يبقى حلو. طب انا جايبه الزيتون الكبير اللي هو التفاحي دوت. التفاحي حلو. يتخلل في قد ايه يا شيف عظيمه؟ بصي هو لو هتعمليه سريع، انا هقول لك السريع يبقى ياخد مثلا 10 ايام السريع. أوه. لو هتعمليه بقى عايزاه يعيش معاكي هقول لك الفرق ايه، تابعينا عشان انا هتكلم على حاجات مهمه قوي. طب هي بتفرق في البرطمانات يا شيف عظيمه، الازاز او البلاستيك؟ بصي في بلاستيك، يعني انا جايبه الاثنين النهارده، جايبه ازاز وجايبه بلاستيك. البلاستيك فيه بيبقى استخدام مره واحده، هتعملي فيه وخلاص. انا بتكلم على اساس ان البلاستيك بيبقى خفيف شويه. بيبقى خفيف بس بيستحمل عادي، ما هو في انواع برضو، في منه بيبقى كويس وفي منه بيبقى خفيف قوي. هو المهم لو انت مزنوقه، عشان اسعار الازاز بقى غالي قوي بصراحه، فانت لازم كل وقت تخليلي تحتفظي بالبرطمانات وتعقميها وتشيليها. ده مهم، لان ايديكي مقدمه. تسلمي يا روح قلبي. لكن أنا البلاستيك اهو منتظره بقى اشوف تكاتك كلها بقى، واشوف في حاجه جديده في الزيتون اللي انت بتعمليها ولا زي ما انا بعمله. يا حبيبتي اكيد بتعمليه احلى كمان. حبيبه قلبي لا انا والله. بتعلم منك والله. ربنا يديكي الصحه والعافيه حبيبتي، شكرا لحضرتك جدا. تسلمي لي ويسلم ذوقك يا فندم. بصوا بقى هاخد التتبيله الحلوه دي. بصوا انا ما كترتش الريحان، يا دوب نص معلقه صغيره. وهنبدا بقى ناخد، هنحط بقى كله جوه هنا. بصوا خلوني بقى ايه كده لحد هنا كمان لحد الراس. تتبيله جميله الحقيقه جدا، وهنصب برده فوقها، بس احنا عايزين اللحم ايه يبقى واخد التتبيله الحلوه دي. وهنفرش بقى فرشه خضار كده تحت اهو، اختلاف شويه الريحان والليمون المعصفر ده بيدي كده طعم وتيست سبحان الله جميل برده. اللي عايز يستعيد عن او يستغنى عن الريحان فيحط مكانه مثلا كزبره خضراء مفيش مشكله، بس جربوها مش يعني مش هتندموا. بسم الله. في ساعات كده الواحد وهو بيتفرج، خصوصا لما الواحد يبقى يعني شويه بيعتبر نفسه يعني جرب كتير، فبيشوف كده وصفات يحس ان الوصفه دي لا بجد هتطلع التست بتاعها حلو، لا هتطلع حلوه. تعالوا بقى ناخد كده بايركس. بسم الله. هعمل له كده فرشه اللي انتوا عايزينه بقى. انا هحط شويه فلفل الوان، ده بيتاكل، لان صوص السمك بصراحه خساره انه ايه نخسره يعني. حط كده شويه من الفلفل الالوان كده، او الفلفل الاخضر كمان، شويه ليمون متقطع كده شرايح، بسيطه وسريعه بس طعمها والتست بتاعها حلو قوي وخفيفه. رشه كده من الشبت. بصوا بقى هاخد بسم الله، هنحط السمك الحلو القمر ده هنا. ده طبعا مش هسيب ده الصوص ده لازم ينزل فوقه، وهضيف بقيه الصوص كمان عشان ينزل على الخضار نفسه. بصوا حضراتكم بقيه الصوص اهو اللي احنا عملناه. شوفوا روعه ازاي، ريحته تجنن. قرن فلفل بقى هنا، واحد هنا، وكده زي القمر. هبدأ بقى أخد السمك الجميل ده هدخله الفرن على حرارة 180 على الشبكة في النص، وهنشوف مع حضراتكم بقى هيطلع شكله عامل ازاي. بسم الله اهو، بسم الله اهو، شايفين كده؟ هينزل بقى ياخد من التتبيله الحلوه دي، وينزل بقى من الصوص بتاعه مع العصاره بتاعته على الخضار ده. وصحه وهنا على قلب حضراتكم. ده تاكلوه جنب رز ابيض، ينفع تاكلوه جنب رز صيديه زي اللي احنا هنعمله. الناس شويه بتحب فكره الرز السمك او الرز الاحمر او عن الابيض كتير. احنا النهارده برضو هنعمل رز، اسمحوا لي هقول مقاديره مع حضراتكم ونبدا في الزيتون بعد كده علشان نتكلم عنه باستفاضه. معانا دينا، اهلا وسهلا يا دينا. اهلا يا شيخ، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك حبيبتي، اتفضلي روح قلبي. عامله ايه والاطلاله الجميله بتاعت كل يوم؟ بس بتوحشينا والله في الويك اند. حبيبتي ربنا يسعد قلبك والله، انتوا توحشوني اكتر بجد، بيسعدني مكالماتكم جدا والحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعمليها. تسلم ايدك حبيبتي. تسلمي لي، تسلمي يا روح قلبي.
قولي لي يا دندون. انا بس اسال حضرتك على الطماطم المخلله، هل في التقطيع بتاعتها بتفرق لو مثلا قطع كبيره او صغيره عشان الصوص يشرب، ولا الطريقه بتاعتها هي هي ما تفرقش؟ طيب بصي انا هقول لك، هو طبعا يفضل تبقى كلها احجام زي بعض، وتبقى جامده حلوه علشان تقعد معاكي كذا يوم في الثلاجه ما تطراش، تبقاش مش حلوه. قطعي التقطيعه العاديه، لو عايزه تقطعيها اربع ارباع بس ما تفصليش الجزء اللي تحت، او عايزه تقطعيها بالعرض شرايح هتبقى جميله برضو، وبحيث ان انت اللي بالشوكه والسكينه يقدروا يقطعوا منها اللي هم عايزينه. لا ما بتفرقش، بس المهم التتبيله تبقى حلوه وتبقى الطماطم جامده وفريش. ما تستخدميش طماطم طريه ابدا. تمام وصحة وهنا على قلبك يا روح قلبي. ومنورة دايما قناة الأهلي. ربنا يسعدك حبيبتي، منورة بوجودكم وتواصلكم ومتابعتكم لينا بجد. بشكرك جدا يا دينا حبيبتي، تسلمي لي ويسلم ذوقك حبيبة قلبي. طيب احنا هنجهز دلوقتي للرز الصيادية. هنعمل بص هو في المحلات الأصلي وفي اسكندرية وفي المعمورة ومكان ما بننزل بيعملوا طريقة تقليدية بسيطة، بس سبحان الله البساطة جميلة برضو. لكن أنا النهاردة هعمل له كده فكرة بتاعتي من أيام مامتي، هقولها لحضراتكم ويا رب تعجبكم. معانا تليفون، معانا أم إسلام حبيبة قلبي. صباح الفل. صباح الهنا. مني أنا. لا مني أنا. يا حبيبة قلبي عاملة إيه روحي؟ والله يا حبيبتي عاملة إيه؟ أنتِ أكتر. الحمد لله الحمد لله. أنا سامعة كده الله أعلم يعني عاملة الزيتون النهاردة. بصوا يا جماعة أنا عايزة أعترف لكم اعتراف. أم إسلام الله أكبر ربنا يديها الصحة والعافية، أجمل زيتون دقته مخلل أنا عن نفسي بعد بيتنا من إيديها. بعتت لي زيتون مخلل مفيش زيه. وأنا بجد النهارده أنا هقول طريقتي، بس سبحان الله النفس والطريقة يعني طبعا حاجة من ضمن الحاجات الحلوة اللي أنتِ بتعمليها. ما بيجيش من بعد اللي انت بتعمليه والله. تسلمي يا تسلمي يا عمري، ده من ذوقك والله. انت فعلا اسم على مسمى والله. الله يسعد قلبك حبيبتي، ربنا يبارك لك ويبارك في قناه الاهلي اللي جابت لي بجد انا عن نفسي احلى شيف في الدنيا. يا رب يسعد قلبك يا روح. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يخليك يا حبيبتي. أمين. دايما منوره الدنيا كلها. ويخليكوا ليا ويخليكوا ليا يا رب، ما تحرمش منك ابدا ولا من ذوقك يا حبيبه عمري. انا عارفه طريقتك برده بتبقى جميله يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش منك ابدا. شكرا ليك يا ام اسلام.